ديال الجونس حتى هو هذا جاي من فاس، كان محطة بنكي دابا دار الديبار. هادي الجونس هذا جا من فاس، بقا في محطة بنكرير، دار ديبار دابا مع الجونس، لا توربا يكون في مراكش. أنا كنجي نصور من هاد القنطرة تقريبا محطة بنكرير، كندخل من هاد الدخلة الضيقة باش كندخل نصور.